مرحبا أعزائي طلبة الصف الثاني بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد. معكم الأستاذ الدكتور محمد جواد كاظم، أستاذ مادة الجمناستيك في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد. اليوم راح نشرح مهارة العجلة البشرية. خلينا نشوفها بالبداية المهارة. طبعا مهارة العجلة البشرية تبدأ بالوقوف كما في وقوف الذي يسبق الوقوف على اليدين، والمهارة أيضا ذراعين جانبا عاليا جانبا. طبعا المهارة تعتمد اعتماد كبير على الوقوف على اليدين، يعني اللي عنده وقوف على اليدين جيد يصير عنده مهارة العجلة البشرية تكون أو الكارتويل تكون عنده هاي المهارة أسهل. بداية كما في الوقوف على اليدين راح يصير يقدم اللاعب الرجل، يقدم اللاعب الرجل اللي هي رجل الارتكاز، يقدمها للأمام بعد أن يحني جذعه وجسمه للأمام. طبعا الذراعين تبدأ ترتفع للأعلى، الرجل الارتكاز راح تكون ممدودة ومأشرة وهي اللي راح تستلم الأرض. عند استلامها هذه الرجل للأرض راح يصير بها انثناء بسيط، راح يصير انحناء أكبر للجذع. طبعا الذراعين راح تستقبل الأرض لكن مو مثل بالوقوف على اليدين تستقبل الذراعين، كل الذراعين راح تستقبل الأرض، لا راح تستقبل الذراع الأولى اللي من جهة رجل الارتكاز هي اللي راح تستقبل الأرض أولا، تليها الذراع الثانية اللي هي ذراع الرجل الخاطفة. خلينا نشوف، راح يصير استناد. هذا الاستناد الأول، الاستناد على الذراع الأولى، راح يتيح مجال للاعب، بأنه يدفع بهاي الرجل، رجل الارتكاز، وخطف بالرجل الثانية ممدودة. تلحقها هذه الرجل بعد أن خطفت وتفتح في أعلى منطقة. شوف هنا الرجلين تكون مفتوحة، الذراعين، الذراع الأولى استقبلت الأرض، الذراع الثانية راح تستقبل الأرض، الرجلين مفتوحة ما تنسد، تبقى مفتوحة ويصير مرور بالوقوف على اليدين وتكون الرجلين مفتوحة، يعني وقوف على اليدين بشكل جانبي والرجلين مفتوحة. طبعا حتى تصير هاي العملية لازم اللاعب يفتل فتل بسيط بجسمه، هنا يصير فتل بسيط بالجسم، مو الجسم يصير مواجه، لا راح يصير فتل بالجسم بحيث تستقبل هذه اليد الأولى الأرض، وجهه يصير مقابل الجدار هنا، هنا صار وجهه مقابل الجدار، راح يصير استناد على الذراعين، هنا مرور بالوقوف على اليدين. لو نشوف اكو وقوف على اليدين، صار وقوف على اليدين يصير، هذا الوقوف على اليدين لحظي، بعدين راح ترجع الرجل اللي مرجحت اول وحده هي اللي راح تمس الارض. طبعا راح يصير مسافه بين، شوف هنا اكو مسافه راح تصير من بين الرجل وبين الايد، مو يخلي الايد قريبه على الرجل، لا يصير مسافه بين الايد وبين الرجل، مسافه حتى يصير وقوف كامل. ترجع الرجل الثانيه، هنا مرور يصير وقوف على اليدين لحظي، هذا وقوف على اليدين، رجلين مفتوحه بس هذا الوقوف لحظي. احنا من نعلم الطلاب نقول لهم خلي في بالك قول ايد ايد رجل رجل، ايد ايد رجل رجل، لازم الجسم يكون على استقامة واحدة والورك ما يطلع
او يعني ما يطلع للبرة او يدخل للداخل، يكون الجسم على استقامة وكأنه قاعد يسوي عجلة بشرية بموازاة الجدار. وراح تستلم هنا بقى استلمة الرجل، وهنا استلمة الرجل الاخرى، وهكذا. راح نعيدها بصورة سريعة. هنا مرجعة الرجل، استلام اليدين وتكون على استقامة واحدة. وشكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم الموفقية.